نغادر جنوبنا الكبير باتجاه الحدود الغربية وبالضبط إلى مدينة النعامة. عناصر الجمارك سيقومون هذا المساء بنصب كمين محكم بعد ورود معلومات مفادها تمرير كمية معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب نحو أرض الوطن. هنا مضالين نديروا الكمائن، وعندنا المنطقة هذه تاع الخل باغي نديروا نصبوا فيها كمين إن شاء الله كاش ما يجيب ربي. ينقسم العمل إلى جزئين. معنا خارجي في المهمة هذه. أول حاجة الحيطة والحذر. الحيطة والحذر. فريق لنصب كمين وفريق آخر على حافة الطريق لمراقبة سيارات الكشف. في العادة المهربون يجندون كشافة لفتح الطريق أمامهم. في الجهة الأخرى يتهيأ الجميع للعملية ويتم التحذير لها بكل دقة وحزم. الخطأ غير مقبول في مثل هكذا عمليات. ثم زوج الجهة الأمامية تابك السيارة. الميدان صقل هؤلاء الرجال. تعليمات القائد وجب تطبيقها. كل يلتزم بمكانه المحدد. شوف الشاف وقيل لوطو هي جاية. خليها حتى تلحق ونشوفوا لا هي ولا ماشي هي. بعد مدة من الزمن تتفطن الجمركية مع زميلها لسيارة قادمة باعتبارها مركبة مشتبه فيها. بعد التدقيق فيها تم التأكد من أنها السيارة المعنية. حضرت بعد التأكد هذه السيارة كاشفة. هذه المركبة تقوم بفسح المجال وتأمين الطريق للمهربين. يبدو أن معركة الميدان حمى وطيسها. ما هي مدة زمنية حتى يكتشف قدوم سيارة تسير بسرعة؟ يتم اللحاق بها ومطاردتها. كر وفر، وفي الأخير يتم القبض على السائق وحجز المركبة. إثر نصب كمين بضواحي سيد إبراهيم تمكننا من توقيف سيارة من نوع تويوتا بها كيف معالج إثر مطاردة، وتم حجز سيارة وتوقيف الشخص الذي كان لداخل السيارة وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة.